ايه اسعار الخضار والفاكهه النهارده ومدى اقبال المواطنين عليها؟ الاسعار مش عارفين حاجه، كل يوم بسعر وكل ساعه بسعر وكل وقت بسعر، مش مستقرين. الحاجات تروح في السوق تلاقيها كثيره تبقى حاجات رخيصه، تلاقي الحاجات قليله تبقى الحاجه غاليه. مفيش بس غير البطاطس والبصل هم اللي اتجننوا. البطاطس جمله ب 4 جنيه والبصل جمله ب 4 جنيه. الجوافه ب 8 جنيه. كانت الاول ب 10 و12 نزلت. ماشي، والبلح الاصفر هو اللي غالي دلوقتي، الكيلو ب 25 جنيه. والبلح الزغلول الكيلو ب 10 عشان نازل غالي كده كده لوحده. فاهم ازاي؟ بس والمانجا الهاي الكي دي ب 15 جنيه. والبارول كيلو ب 20 جنيه، والخوخ الكيلو ب 20 جنيه. بس والعنب اللي هو العنب المستورد اللي هو الاحمر ده كيلو منه 15 جنيه. الخضروات عندك هي الفاصوليا اللي هي اغلى حاجه في الخضار، كيلو ب 10 جنيه. البطاطس الكيلو ب 6، البصل كيلو ب 5، الفلفل الحامي الكيلو ب 7 جنيه، الرومي ب 7، الالوان ب 15، الخيار ب 6، الطماطم ب 3.5، الارنبيطه ب 7 جنيه. ماشي، الملوخيه الكيلو ب 5 جنيه، بتنجان رومي الكيلو ب 5، ابيض واسود اللي هو المحشي 6 جنيه، التوم ب 8 جنيه الشبكة الصيني. مفيش رقابة على الأسعار، في استغلال سيء من التجار للمستهلكين، ودي أمور كلها بتضر في صالح المواطن. يعني المواطن النهاردة أصبح ضحية لارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه، وما يستجد لسه الله أعلم ما يستجد إيه تاني. الأسعار زادت والمرتبات هي هي. يعني المرتب اللي أنا كنت باخده من سنة ولا اتنين هو هو المرتب والأسعار فاتحة. الدولة مسلمانا للتجار الجشعين. الدولة فعلا مسلمانا للتجار، مسلمانا تسليم اهالي مش اي تسليم. يعني ما شاء الله هنا التاجر بتعاون مع الدولة برضك. ليه بقى؟ لان بيعرف منين المعلومة اللي بعد شهر ولا اتنين بيبقى فيه ازمة. انا بشتري دلوقتي ودخل مش مناسب السلعة اللي انا بشتريها ما كنتش بشتريها زي ما كنت بشتريها الاول. يعني الاول كنت بجيب كيلو 2 كيلو، دلوقتي مش هجيب بالنص ربع مش عارف ايه، لان انا داخل هو ما انا لازم اعرف اصرف نفسي. انا كمواطن لازم اعرف اصرف نفسي. كنت بجيب السكر مثلا ب 5 جنيه، دلوقتي بجيبه 12 جنيه. والله يا اختي ما جبت، والله الشهر ده ما جبت التموين ما فيهوش سكر. والله يا اختي انا رحت جبت التموين اللي انا عايش بيه دلوقتي في بيتي من الشهر اللي فات، من الشهور اللي فات في ظل الازمه. اول هي الازمه من اول اكتوبر، رحت شفت المجمع الاستهلاك اللي انا اجيب منه التموين، والله ما لقيت سكر. يعني انا دلوقتي عايش بشويه السكر اللي هم من الشهر اللي فات. لسه بقى ما اتطحنتش بقى في موضوع ايه روح اجيبه ب 10 و12 وكلام من. انا اللي ماشي نفسي، يعني المواطن هو ست البيت اللي ماشيه نفسها. كل الاسعار بتزيد، انت عارفه ايه بقى يعني ايه اللي بيرخص؟ احنا كبني ادمين اللي بنرخص. والله العظيم احنا كبني ادمين ارخص حاجه في مصر البني ادم. من الناحيه الاقتصاديه القيمه الشرائيه للمنتجات اللي انا كنت بشتريها، اللي انا كنت بشتريه من شهر مثلا ب 100 جنيه، نفس الكميه هي لكن ممكن تزيد 160 جنيه او 150 جنيه نتيجه الارتفاع اليوم والمستمر في سعر السلعه. ده من الناحيه الاقتصاديه. احنا ما نعرفش سبب ارتفاع الاسعار ايه، لا توجد اداره سياسيه للمنتجات او المحاصيل او بتاع. سايبين الفلاح رهينه لمافيا الاسمده والبذور وحيتان الاسعار، حيتان السكر، حيتان الخضار، حيتان الفاكهه. فبالتالي لابد ان يكون في المعامله المباشره ما بين الحكومه وبين الفلاح علشان تفادي في النص مستوى ارتفاع الاسعار دوت. انا في اعتقادي ان الدوله سايبه الناس كده، الدوله ماشيه بركاوي، الناس بتزود اسعار زي ما عايزه، التجار بيزودوا زي ما هم عايزين، والدوله بتكتفي بتصريحات عنتريه من نوعيه نحن نحارب الغلاء، وبعدين نبص تلاقي الجيش نازل بعربيات خضار ولحمه ومخلل وفراق، وحاجه مهينه جدا لان احنا لينا كدوله ان احنا نلاقي عسكري لابس بدله عسكريه بيبيع للناس خضار وفاكهه. الجيش مش مهمته ديت، مهمته معروفه. احنا في سبيلنا الى ان احنا نبقى دوله سيئه جدا.